بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. رفع عينه للسماء ودعا خاتم المرسلين، اللهم أعز الإسلام وانصره بأحد العمرين. فاهتدى قلبه وملأ نوره الإيمان في لحظة وغمضة عين. أسلم ابن الخطاب وأعلن إسلامه بكل قوة وحمايته لكل المسلمين. رفع راية الحق والعدل عمر بن الخطاب تاني الخلفاء الراشدين. عن سيرة الصحابي الجليل الفاروق عمر بن الخطاب هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. رجل يخشاه الشيطان ذو هيبة وقوة مع رقة قلب، مين هو عمر بن الخطاب؟ الله، بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عارف حضرتك الكمبيوتر لنظام تشغيل اللي هو الويندوز الكمبيوتر الفيرجن بتاع الموبايل نظام تشغيل، كل واحد فينا يا أستاذ الأمياء له نظام تشغيل كتالوج. أيوة، أنا لي نظام تشغيل. نظام تشغيلي أخذته من الأسرة اللي نشأت فيها والبيئة اللي تربيت فيها والثقافة اللي تثقفت بها وتعلمتها، ومن جامعة الأزهر اللي تعلمت فيها، فمن الأسرة والبيئة والعادات والتقاليد والثقافة والأفكار تكون عندي نظام التشغيل. فلما بتعرض لموقف، الموقف ده بيدخل عندي، فنظام التشغيل يبدأ يتعامل معه، فببدأ أخد موقف مواجه لهذا. فتخيلي حضرتك أن نظام التشغيل أخده من القرآن الكريم. الله، يبقى نظام تشغيل قرآني، فأفكر كما يفكر القرآن، وأبحث كما يبحث القرآن، وأحل مشاكلي كما حل القرآن المشكلات. كذا كان عمر بن الخطاب، كان عنده نظام تشغيل قرآني. الكلمة دي قالها، تقصد انه بيرجع لأي شيء وأي أمر خاص بالحياة للقرآن الكريم؟ عارف حضرتك، هو من تعايشه مع القرآن ومن فهمه للقرآن ومن انضباطه مع القرآن ومن حبه للقرآن ومن غرامه بالقرآن صار تشغيل نظامه هو بالقرآن. عجبني نظام التشغيل ده، كان قاله حد من الكتاب الكبار الممتازين، أستاذ الدكتور أحمد خير العمري، له كتاب حلو قوي عن سيدنا عمر، استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة، حاجة جميلة. طبعا أنا قرأت معظم كتب أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد خير العمري، هايل، فكتب الكتاب ده حلو قوي. فنظام التشغيل ده خلى القرآن الكريم ينزل موافق لكلام سيدنا عمر. يعني سيدنا عمر يفكر كده في شيء فيقول لي سيدنا النبي عليه، يا رسول الله لبيك يا عمر، قال له مقام سيدنا إبراهيم لو اتخذنا منه مصلى، فينزل القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نفس اللي قاله سيدنا عمر. تحصل مشكلة، يعني تخيلي حضرتك في أزمة في البيت النبوي، مشكلة كبيرة جدا، زوجات سيدنا النبي زعلانين معه لدرجة أنه أخذ جنب كده منهم ما يقرب من شهر كامل. سبب الأزمة إيه؟ مصروف البيت. مفاجأة، زوجات سيدنا النبي زعلانين من سيدنا النبي، عايزين زيادة في المصاريف، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن. فسيدنا عمر لما علم بذلك عد على سيدنا، على أمنا السيدة حفصة زوجته، بنته، زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب منها جدا وزعلان منها، وعد على السيدة عائشة وعد على كثير من زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهن قبل أن ينزل القرآن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. فنزل القرآن بنفس النص. طبعا ده اسمه نظام التشغيل، هو بيفكر كما يفكر القرآن. احنا خليني أسألك، أقول لك يعني مكانته إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لا مكان حكاية تانية بقى خالص، يعني يلا نجيب بقى الموضوع من الأول. يلا، ده السر. طب مفتاح الشخصية، عشان الوقت ما يجريش مننا، كلمتين. زي ما قلنا في مفتاح شخصية سيدنا أبو بكر القلب السليم والتسليم، مفتاح شخصية سيدنا عمر من وجهة نظري أنا كلمتين، الثبات والإيجابية.
ثاني الخلفاء الراشدين، سيدنا عمر بن الخطاب صاحب الحضارة الإسلامية، سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا النبي قال عنه لو كان بعدي نبي لكان عمر، سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام انه بيشرب لبن فشرب لما شبع، وبعدين اعطى الفضل لمن؟ لعمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله ما تأويلها؟ قال العلم، فالعلم في عمر. سيدنا عمر بن الخطاب اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام أناسا من أصحابي وعليهم قمص، يعني عليهم ثياب، فمنهم من يبلغ إلى صدره منهم إلى ركبتي، ورأيت على عمر ثيابا يجره جرا طويل جدا، ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فعمر عمر حاسب يعني وقف كده تعظيم سلام من عظماء الإسلام، من أقوياء الدين الإسلامي، من أجرائهم، إلا إسلامه كان عز. الصحابة كان يقولوا ما زلنا أزلة حتى أسلم عمر بن الخطاب وحمزة، يعني هو لم يظهر الإسلام إلا يعني كظهور كده أمام الناس إلا كان على دين سيدنا عمر وسيدنا حمزة، طب مش على دين سيدنا النبي ليه؟ لأنه لو فعله سيدنا النبي ربما نسبوه إلى المعجزة، وسيدنا النبي لم يأتي ليفعل كل شيء وحده، لا، إنما جاء ليعلمنا كيف نفعل، جاء ليظهر القوة التي بداخلنا علشان نبقى نبني الحضارة من بعده. كيف أسلم سيدنا عمر؟ سيدنا عمر في عز الأذى، في عز الأذى للمسلمين، كانت سنة 5 من البعثة. سيدنا عمر لما أسلم كان رقم 40 بالضبط، كان سبقه 39 واحد، رقم 40. كان لإسلامه قصة طريفة كده جميلة. هو أحس بالإهانة كما أحس خاله أبو جهل بالإهانة، فقال هو اللي بيهلنا وبيسفه أحلامنا وبيسب آلهتنا من محمد، فأنا أقتله وأخلص. فأنا خارج متقلد سيفه، وقال أنا هروح أقتل محمد وفي بيته. فقابل نعيم، واحد من الناس المسلمين اللي أخفى إسلامه. إلى أين يا عمر؟ ما عنده ثبات مبدأ، رايح أقتل محمد الذي سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق أمرنا. قال والله غرتك نفسك، أنت هتقدر تقتل محمد وأنت فاكر أن قبيلة معاد سيبوك؟ تمام، طب ما تدور على أهل بيتك بالبلد كده. قال له يعني أهل بيتي؟ قال له أختك فاطمة وابن عمك زيد سعيد بن زيد، ما عمه زيد بن عمرو بن نفيل اللي أسلم قبل ما يجي سيدنا النبي، هو عم سيدنا عمر. زيد بن عمرو ابنه، ابن عمه اللي هو سعيد بن زيد، أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا، زوج السيدة فاطمة أخت سيدنا عمر. سيدنا عمر كان له أخ وأخت، زيد بن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه، وفاطمة بنت الخطاب. فدور على دول الأقرب لك بالضبط، شوفهم. قال له أسلموا؟ قال نعم. بدل ما يروح عند سيدنا النبي رايح على مين؟ على أخته. لما قرب من بيت أخته سمع شيئا يتلى بالداخل، فيه همهمة، فيه صوت جوه، خبط على الباب جامد جدا. مين جوه؟ سعيد بن زيد اللي هو ابن عمه، وأخته السيدة فاطمة بنت الخطاب، يعني الزوج والزوجة. أيوة. ومعاهم مين؟ خباب بن الأرت بيعلمهم القرآن. خباب بن الأرت كان ضعيفا، فأول ما سمع صوت سيدنا عمر اختبأ سيدنا خباب، اختبأ منهم. فدخل سيدنا عمر غضبان جدا جدا، ما هذا؟ صبأتم؟ كفرتم؟ قصد فاطمة قالت له بل آمنا. اتخانق مع مين؟ مع ابن عمه، صرعه كاد أن يقتله. دفعته أخته السيدة فاطمة عن ابن عمها عن زوجها، فضربها فأدمى وجهها، فقالت أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا، والله آمنا بالله عز وجل رغم أنفك. فهو لما شاف الدم في أخته رق قلبه. شوف بقى الحاجتين اللي أغرب من بعض. فسكن هدي خالص كده، عارف اللي هو ندم، ازاي انا اعمل كده؟ فقال لها ناولين الصحيفة. قالت له لا، انت تتوضا اولا. فتوضا، ناولته الصحيفة، جعل يقرا، قال الله عز وجل طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، يا سبحانك يا رب، الا تذكره لمن يخشى. فبدا يقرا، كان الصوت تغير وكان الوجه تغير، فاستبشروا باسلامه. هنا خرج خباب المختبئ، قال له يا عمر ابشر، لعل الله استجاب لدعاء سيدنا رسول الله. قال وما دعا يا خباب؟ هبئ خلاص. قال دعا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. قال دلوني على محمد. قالوا هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فانطلق سيدنا عمر رايح بقى ليعلن إسلام، فلما طرق الباب حد بيبص، يعني قلق، شافه طبعا قلق، ده عمر ومتقلد سيفه. مين جوه؟ سيدنا النبي وحمزة. خلي بالكم يا جماعة، سيدنا النبي كان بقوة 60 رجلا، أي نبي نبأه الله بقوة 60 رجل،
يعني هو لا يفعل شيء مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس يعني شجاعته لا تأتي شيء بجوار شجاعة سيدنا النبي محمد. فسيدنا حمزة قال زنوا له، إن جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن جاء يريد شرا قتلته بسيفه، إنه حمزة. كمل بقى. فلما طرق الباب سيدنا حمزة قال ذلك، افتحوا له الباب. فلما فتحوا الباب استقبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك به. شوف إمساك المحب، وهزه كده وقال له أما أنا يا ابن الخطاب، أما أنا يا ابن الخطاب؟ قال أنا يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. فكبرت الدار كلها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كبروا استبشارا بإسلام عمر، فكان إسلامه عز وهجرته فتح وخلافته حضارة. فقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لنظهرن، مش أنا أسلمت، والله لنظهرن يا حمزة. قال لبيك، قال على صف وأن على صف، وران المسلمين وطلعوا بقوة وصلوا في الكعبة، ما صلوش قبلها. ما هو حمزة، انتوا عارفين يعني حمزة؟ حمزة حمزة يا جماعة أسد الله، ده كان بيحط ريشة نعام على عمته كده وعلى الخوذة في الحرب. عارف يقولوا ايه؟ هو انت على راسك ريشة؟ سيدنا حمزة كان على راسه ريشة، يعني الشجعان يجوني. فكان اسلام سيدنا عمر شيء مذهل عظيم جدا جدا، وكان نعمة الدافع. بس كان سيدنا عمر كان ذكي قوي وقوي قوي قوي بذكاء غير عادي، يعني نال من قريش بقوة وأذاهم زي ما أذى المسلمين من قبل، واستمر على ذلك لحد ما جه وقت الهجرة. استأذن سيدنا النبي أن يهاجر سيدنا عمر، قال أذنت لك يا عمر. فسيدنا عمر ذكي قوي، دخل في جوار العاص بن وائل، لأنه يعلم لو قريش جمعت عليه تقتله. فدخل في جوار العاص بن وائل، وكان معاه مين؟ 20 واحد من صحابة سيدنا النبي هيهاجروا معاه، جاء قدامهم كلهم. من أراد أن تثقله أمه، من أراد اللي عايز أمه تفقده يقابلني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. وكانت هجرة سيدنا عمر علانية، وهجرة سيدنا النبي سرا. هو أشجع من سيدنا النبي؟ ليه صحيح؟ ليه؟ شوف يا حضرتك، سيدنا النبي مشرع، سيدنا النبي مشرع. فلو هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جهرا لظن الناس جميعا أن الواجب الهجرة جهرا، ولهاجر كل الناس جهرا ومنهم الضعفاء، فكانوا ربما قتلوا وفقدوا حياتهم. إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سرا ليعلمنا وجوب الأخذ بالأسباب عند هذه الأمور. إنما سيدنا عمر تصرف شخصي، فله أن يختار من الوسائل والأساليب ما يتناسب مع جرأته وقوته. هاجر سيدنا عمر وظل بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الجرأة وعلى هذه القوة في الله رب العالمين. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. كأني أرى عمر بن الخطاب وسيدنا النبي يؤاخي بينه وبين أبو بكر في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كأني أرى سيدنا عمر وهو يقف يدافع عن سيدنا رسول الله في بدر وفي المشاهد كلها. سيدنا عمر كان بيحب سيدنا النبي أكتر من نفسه وبالنص، وقال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. شوف أنا بسترجع الموقف والمشهد وهو رايح عشان يقتله، فالحال اتبدل إزاي وبقى إيه؟ صحيح. لا لا، حكاية تانية، السيستم كله تغير، الدنيا كلها تغيرت، الدماء كلها تغيرت، صار حاجة تانية خالص. نصر عظيم للإسلام والمسلمين، اللي دون الدواوين واللي عمل الإدارات واللي عمل النظام العسكري واللي عمل الجيش الإسلامي، ده هو اللي عمل التقويم الهجري يا فندم. التقويم الهجري، السنة الهجرية دي أول من بدأها سيدنا عمر لما جات له رسالة من سيدنا أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال له يا أمير المؤمنين بتأتينا منك كتب بلا تاريخ، يعني مش مكتوب عليها التاريخ، فلا نعلم السابق من اللاحق، فلو أرخت لنا. فجم جمع سيدنا عمر الصحابة كلهم، عايزين نعمل تاريخ بما نؤرخ. حد قال من ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحد قال من بعثة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حد قال من كذا، حد قال من كذا، إلى أن قالوا من الهجرة. قال نعم من الهجرة، لأن هي بها كانت
بداية الدولة. طيب من أي شهر؟ نسأله من شهر ربيع، نسأله من شهر رجب، نسأله من شهر رمضان، ثم نسأله من شهر المحرم، شهر حرام قبله شهر حرام ذو الحجة به تمام الأركان الإسلام، فكان من شهر المحرم، فهو أول من كتب التاريخ الهجري، أول من جمع الناس لصلاة التراويح. يعني سيدنا عمر بن الخطاب خرج في يوم من الأيام. شوف الحلقة دي فيها معلومات مهمة قد إيه. والله حاجة جدا. عمر أنا بحبه حب لا يدخله بشر، وبحب سيرته، بحب أتكلم عنه. لازم تتحب وهو لازم يتحب. جدا والله، يا رب يكبر خاطرك. فسيدنا عمر خرج لقي الناس في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيصلي لوحده، واثنين مع بعض، ثلاثة مع بعض، حد قاعد بيقرأ قرآن في رمضان بعد صلاة العشاء، ناس صلوا العشاء، وحد بقى بيصلي التراويح لوحده، حد بيصلي كده اثنين مع بعض، ثلاثة مع بعض. فسيدنا عمر قال لو جمعتهم على إمام واحد كان أفضل. فجم جمعهم على مين؟ على أبي بن كعب، أقرأ واحد في الأمة. فأول إمام تراويح وأول تراويح تتصلى جماعة بهذا الحجم، أولا هو سيدنا النبي صلاها جماعة عشان الناس تبقى فاهم، يعني سيدنا النبي قام يصلي التراويح فناس جم وراه، تاني يوم ناس جم وراه، تالت يوم ناس جم وراه، فالعدد كبر، فرابع يوم الجامع اتملى، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ما خرجتش ليه يا رسول الله؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. يعني سيدنا النبي صلى التراويح جماعة، ثم أحياها مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، أول من جمع الناس على صلاة التراويح بالصورة اللي احنا بنصليها دي، وإمام ونور المساجد واحتفالية. وكان الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب يعدي كده يلاقي المساجد منورة والناس بتصلي التراويح. بعد موت سيدنا عمر قال نور الله قبرك كما نورت مساجدنا. الله يا عمر، الله يا ربنا ينور قبرك زي ما نورت مساجدنا. فحاجة عظمة. لما طب جملة إنك أحب إلي من نفسي يا رسول الله ليها موقف معي؟ ايه عارفة حضرتك، احنا عندنا في الدين حاجة عجيبة جدا، لما نيجي ندور على ترتيب الاولويات يا دكتورة لمياء، ترتيب الاولويات رقم واحد في حياتنا كلنا الله والرسول. صحيح. قبل نفسي وقبل ابوي وامي وقبل ولادي، هو رقم واحد الله والرسول هم، وبعدين نبقى ندور على اللي بعديهم. هو ربنا قال لي كده، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يبقى رقم واحد مين؟ الله والرسول. الله والرسول بجد، الله والرسول اختيار، الله والرسول قولا، هو الله والرسول قلب قوي. صدقيني حضرتك لو ده جوانا ولا حاجة هتهزنا بعد كده. ولادي ولادي مش كل حياتي، ربنا ورسول كل حياتي، ولادي جزء من حياتي، انا جزء من نفسي، ولما ولكن الاساس هم. ايوه الله ينور عليك. طب نفسي ولا سيدنا النبي؟ لا سيدنا النبي، لان انا لو سبت نفسي لنفسي تاكلني. صحيح. لكن لو سبت نفسي لسيدنا النبي هنال السعادة دنيا والنجاة في الآخرة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن نفسه ومن الناس أجمعين. سيدنا عمر صادق وواضح جدا، قال له أنت أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين، لكن مش من نفسي. قال له لا من نفسك يا عمر. فسيدنا عمر اشتغل السيستم شغال، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من حتى من نفسي. قال له الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان. الله. زهد وقوة ولين قلب وثبات وإيجابية. سيدنا عمر يعني تخيل حضرتك لما سيدنا النبي يدعو إلى الصدقة، سيدنا عمر يقول وافق ذلك مالا عندي في بيتي، عندي فلوس كتير. ما سيدنا عمر نشأ عادية، كان نشأة بسيطة، اشتغل وراعي غنم وراعي إبل وتاجر من كبار التجار حتى صار من أكثر أهل مكة مالا. وقال كده لبعض الصحابة، قال له تعالى ودي لك فلوسي، ودي لك نص مالي في سبيل الله رب العالمين. وسيدنا عمر هاجر في سبيل الله وأخرج من ماله ودياره لله رب العالمين. كل المهاجرين كده، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، ده من أعظم ما يكون. والأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما نروح عند صحابة سيدنا النبي من المهاجرين والأنصار، قمة الكرم، قمة العطاء، قمة الإيثار. فتخيل حضرتك
سيدنا النبي بيدعو الى الصدقة، وسيدنا عمر في بيته مال كتير، يعمل ايه؟ اخد جزء من المال وراح اتصدق وارد، اخد دينار وراح اتصدق وارد، لا والله النص كاملا، 50% من كل مالي يطلع لله ورب العالمين. قمة الكرم وقمة العطاء. كان سيدنا عمر يؤثر على نفسه في الصدقات، لما يجي له حد فقير كان يؤثر على نفسه في ذلك، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان من أجود الناس في الصدقات، فموضوع الصدقة في حياة سيدنا عمر كانت عالية قوي. أعتقد في حياة الصحابة في حياتهم كلهم، بس عشان احنا بنتكلم على مين؟ على سيدنا عمر. فسيدنا عمر من أكرم الناس ومن أجود الناس ومن أعظم المتصدقين، كان يخرج مال كثير جدا في سبيل الله من وهو أمير المؤمنين وغيره، وكان يشارك الناس فيما هم فيه، فكان من المتصدقين. فمن أعظم ما من الدروس اللي أتعلمها من سيدنا عمر ابن الخطاب درس الصدقة، درس الإيجابية، درس العطاء، درس الإيثار. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الصدقة كتير قوي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قالش مما تجدون، فكان يعطي أعظم ما عنده، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أنت اللي كسبان، أنت لما بتتصدق على فقير أنت جملت نفسك، أنت ما جملتوش هو، انت قضيت مصلحتك انت مش مصلحة الفقير، لان انت الفقير سيدي ومن اسيادنا الفقراء، لما بدلهم انا حليت له مشكلة دنيوية، لكن انا لما اديته حليت لنفسي مشكلة ايه؟ دنيوية واخروية، لان اللي انا اديته له ده العطاء اللي اديته له هيرجع لي انا بسبعين ضعف بسبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، لان اللي انا اديته له ده الصدقة اللي اديتها له ده اعظم تجارة مع الله عز وجل. الصدقة اللي انا اديتها لحد من اسيادنا الفقراء ده دليل على انني من المتقين. الصدقة اللي انا اديتها لحد من اسيادنا الفقراء ده بتجلب لي محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن المتقين: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب الصدقة هي منحة ربانية، يعني ايه بقى؟ الصدقة منحة ربانية يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اولا المال ماله هو، صحيح، يعني مش مالي ولا مال حضرتك. قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله. طيب يبقى مال ربنا. نقطة تانية، اللي انا بديه لحد من اسيادنا الفقراء رزقي انا ولا رزقه هو؟ رزقه هو. الله ينور على سعادتك. طيب مين اللي اداني المال؟ ربنا. وانا بديه حامل الامانه. الله يرضى عنك. اوصل منها انا، وانا ساعي بريد. انا لما بتصدق ربنا بيديني المنحه دي، يمنحني هذا العطاء عشان ابقى ساعي بريد امين اوصله لحد من اسيادنا الفقراء. ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى يجعلني حامل امانه. بالظبط، يعني حامل امانه ربنا. طبعا انت متخيله حضرتك. ولذلك سيدنا ادريس النبي يقول ايه؟ لن يستطيع احد ان يشكر الله على نعمه بمثل الانعام على خلقه. انا بتكلم على الجزئيه دي، عارفه حرف ال بالانجليزي اهي نازله ليا من ربنا انا اوصلها. هو ده هو ده. فمنحه من الله، عطاء من الله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها حولها الى غيرهم. فهي منحه من ربنا، بيديلك نعم عشان تنفعي بها الناس، بيديلك مال رزق الناس بس عن طريق حضرتك. قمه المنحه، قمه العطاء من الله عز وجل. ربنا يعني يستخدمنا ولا يستبدلنا ابدا. والجنه قريبه قد ايه يا فندم؟ تتخيلي حضرتك انه ربنا يقول ثلاث كلمات لست عاصيه سقط كلبا شكر الله لها غفر لها أدخلها الجنة؟ الدين العظيم ده لمجرد أنها سقط كلبا، فكيف بمن يسقي إنسان؟ فكيف بمن يزيل عطش بني آدم؟ كيف بمن يجبر خاطر بني آدم؟ كيف بمن يقضي حاجة بني آدم؟ فمن أعظم ما يقربني إلى الله عز وجل وصلات المية ومحطات التحلية ومبردات المياه. هو احنا اللي احنا شايفينه ده محطات التحلية. ده جوه المحطة. انا رحت وشفت ده. انا شفت المحطات دي يا فندم وشفتها من جوه. الموضوع مش موضوع ان هم بيعملوا محطة تحلية وخلاص، ده في يعني صيانة بشكل مستمر لكل شيء. عارف اولا حضرتك لما بيعمل محطة بيعمل حاجة عملاقة كبيرة
تخدم القرية والقرى المجاورة، وعدة حنفيات كتيرة بمية نظيفة جدا ومتفلترة وجميلة، علشان هو بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. فمن بره ومن جوه بتبقى في منتهى النظافة، من بره ومن جوه بتبقى في منتهى الحلاوة. من جوه بتلاقي فلاتر كبيرة زي ما انت شايف حضرتك كده، بخزانات ضخمة بصيانة مستمرة، والفلاتر دي والخزانات تطلع المواسير بره بالحنفيات. هم دايما بيعملوا أفضل ما يكون، بالضبط، أفضل ما يكون، أكبر ما يكون، أقوى ما يكون، أحسن ما يكون، لأنها بنقدمها لربنا سبحانه وتعالى. حتى مبردات المية برضو بيبقى فيه دراسة قوية جدا لكل منطقة محتاجة إيه، يعني مش بيروحوا يحطوها في أي مكان كده وخلاص. الكلمة دي فعلا بيبقى دارس المكان، هيحط المبردة دي قدام جامعة، حط المبردة دي قدام مدرسة، وبيبقى بالفعل المنطقة دي هي فعلا محتاجة ده. بالظبط، وحاجة كده لا تتخيلي فرحة الناس بيها شيء مش ممكن. شوف حاجة بسيطة، انا رحت وشفت دخلت محطات التحلية، حاجة كويسة جدا جدا. كمان بيبقى فيه حد مسؤول عن النظافة والصيانة والمتابعة، حاجة لانه مش مجرد شيء بيتعمل ونسيبه، لا، ده شيء بيتعمل ونعمل له متابعة لاستمراره على نفس المستوى وأحسن من المستوى مع التطوير المستمر والدراسة المستمرة. يقول الله عز وجل: واجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. الجمعية بجد من أحسن الجمعيات اللي الواحد فينا يضع فيها زكاة ماله وهو مطمئن، يعمل صدقة جارية وهو مطمئن، يعمل صدقة وهو مطمئن، وروح اختار اللي انت عايزه. عايز مبردات ده خيارات كتير بقى، زي ما حضرتك قلت كده، زي ما قلبك يوديك اعمل ده وتابع، وروح شوف بنفسك في مزرعة، في مية، في تزويج أيتام، في سداد ديون، اللي نفسك فيه موجود وبمتابعة وبفرق عمل من أدق ما يكون. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتين يا فضل الشيخ، بشكر حضرتك. أبرك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوا حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي: لما هتصلي علي ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. وانا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.